الملتقى حقيقة يعبر بكل دقة وبكل عمق عما تفكر فيه فئات وطوائف السادة التجانية خصوصا وأهل الطرق الصوفية عموما، لأنه ملتقى يدعو إلى تجديد العهد والميثاق وتجديد الهمة والنشاط والخروج بالعمل الصوفي من دائرة ضيقة إلى الفضاء الواسع فضاء الإسلام. ويشكل منتدى فاس مناسبة للاحتفاء بالدور الذي اطلعت به هذه الطائفة من أجل تعميق وترسيخ العلاقات الودية والأخوية بين الشعب المغربي وأشقائه في دول إفريقيا جنوب الصحراء والسهر على استمرارية رسالة الحب والتفاهم والتضامن بين الشعوب.